شيء أساسي بالنسبة لي يكون موجودة بستار أكاديمي، وهالسنة كتير سعيدة كمان بأنه استضافوني بالبرايم السادس، وحلقة كانت روعة والطلاب كتير عندهم مواهب وأصواتهم كتير حلوة، بتمنى لهم التوفيق، وأكيد خصصتهم بأغنية مصرية اللي هي الأغنية الوحيدة بالألبوم اللبناني اللي نزل مؤخرا، وكمان شافوها فيديو كليب، فإن شاء الله بالألبوم الجديد كمان اللي هلأ عم سجل منه أغاني لبنانية ومصرية رح يكون في مصري أكتر. حنان مهضومة كتير، شكلها كتير حلو وصوتها حلو، يعني بتمنى أنه هيك تكون، أكيد هلأ يعني مع الخبرة بتقدر أكتر تعرف كيف تسيطر على حالة وتكون مش كتير خايفة، بس ده أكيد دايما الخوف موجود يعني مع مين ما كان. بتمنى لها توفيق، وهايدي صوتها كتير حلو كمان، بتمنى لها توفيق وإن شاء الله بيكون عندها مستقبل حلو. ستار أكاديمي، خلي نجمك يلمع يارا.